هذا الميدان يا زازا وينهم اللي يديروا فروحهم تريس يا زازا. في سابقة لم ترى لها مثيل في تاريخ قمع الحريات والتظاهرات وكبح جماح المحتجين، فتحت عاصمة ليبيا سجلا جديدا حافلا بالعنف والخطف والاعتقال القسري وقمع الاحتجاجات السلمية بأرتال عسكرية محملة بالأسلحة الثقيلة. ها هو اليوم الخامس من الحراك السلمي يشهد تحشيدات عسكرية مكثفة تجوب شوارع طرابلس. وين يا بساغة فندي جمبري؟ توثق الصور بما لا يدع مجالا للتبرير تهديد الميليشيات للمتظاهرين السلميين بإحالة ساحة الشهداء إلى ساحة حرب دامية. جميع محاور داخل الميدان يا زازا، بنحاولوا لهم المحور هنا يا زازا. منظمة العفو الدولية شعرت بالقلق إزاء تفريق المتظاهرين باستخدام الأسلحة الثقيلة ومدافع رشاشة، حيث طالبت بإجراء تحقيق سريع وشامل ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين. الإحكام بالحديد والرصاص يقارع الشباب ليعكس حقيقة الهيمنة التي تفرضها الميليشيات على العاصمة، بينما يصر الشباب على المضي قدما في المطالبة بحقوقهم المنتزعة ومحاسبة الفاسدين على رأس السلطة. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.